مقاصد والأسرار، أعني أسرار الشريعة، من تكلم عنها على سبيل العموم كالقفال في كتابه أسرار الشريعة والحكيم الترمذي وكثير ممن كتب في هذا الباب، ناهيك عمن ضمن شروح الأحاديث أو متون الفقه شيئا من هذه الأسرار والمقاصد. ولذا فإن المرأة إذا أراد أن يتكلم عن مقاصد الصيام خاصة أو غيرها من مقاصد الشريعة عامة، فإنه يتمثل ما قال عنترة أولا: هل غادر الشعراء من متردمي؟ فإنهما من معنى إلا وقد أوردوه، ولا من سر من أسرار الشريعة إلا وأبانوه واستظهروه. ولكننا في الحقيقة إنما نحن عالة على كلامهم وفهومهم ونظرهم، رحمة الله عز وجل عليهم جميعا. أيها الإخوة، إن حديثنا هذه الليلة عن مقاصد الصيام، وأهل العلم رحمة الله عليهم عندما يتكلمون عن المقاصد يقصدون بها أحد أمرين: إما أن يقصدوا بها مقاصد المكلفين، وإما أن يقصدوا بها مقاصد الشرع وحكمه، وهي التي يسميها بعض أهل العلم بالأسرار كما عبر بذلك القفال وغيره. فأما الأول فالمقصود به ما هو مقصد المكلف من الفعل وأثر قصده في الصحة وعدمه والإجزاء وعدمه والإثابة وعدمها. وهذا الموضوع ليس موضوعنا هنا، وإنما سأذكره من باب الفائدة. فقد ذكر أهل العلم أن الصيام والصائم لا يتطرق إليه الرياء البتة، وذلك أن الله عز وجل وكل إلى نفسه أجر الصائمين: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذا قالوا: لا يقوم بالصوم إلا مؤمن، ولا يفعله إلا من برئ من النفاق. فلا يؤدي منافق الصوم ولا يفعل المرائي هذه العبادة، لأنها عبادة لا يطلع عليها إلا الله، فهي سر من الأسرار، ولا يطلع على ما يأكله المرء وما يفعله من مفطرات ومن المفطرات نية القطع إلا الله عز وجل. فحينئذ لا يكون هذا الفعل إلا من مؤمن، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولكن حينما قال بعض أهل العلم إنه لا رياء على الصائم، ليس معنى ذلك أنه لا نقص على أجره باعتبار نيته، إذ العلماء فرقوا بين أمرين: بين الرياء وبين التشريك في النية. فذكروا أن الرياء هو فعل العبادة لأجل الغير، وحينئذ يكون محبطا للعمل، بل يكون موجبا للعقوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الشرك شرك الرياء، فإن هذا داخل في عموم الآية. وأما النوع الثاني وهو التشريك في النية، فإنه طارئ على جميع العبادات، بأن يؤدي العبد العبادة لله عز وجل قاصدا وجهه، راجيا ثوابه، خائفا من عذابه، لكنه يشرك مع ذلك إرادة من إرادات الدنيا. وهذا ما يدل عليه ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. ولذا فإن المحققين من أهل العلم يفرقون بين الرياء وبين التشريك، فيقولون إن الرياء محبط للعمل، مبطل له، لا يغفر الله عز وجل من أتى بشرك إلا أن يتدارك فعله بالتوبة والإنابة. وأما التشريك في النية فإنه ينقص ثواب العمل وينقص أجره ولا يكون مبطلا له. وصورة التشريك في الصيام ذكر أهل العلم لها صورا متعددة، ومن هذه الصور أن ذكروا أن يقوم المرء بالصيام لله عز وجل امتثالا لأمره، ويكون قاصدا مع ذلك صحة بدنه، ويكون قاصدا مع ذلك سلامة جسده بالحمية من الأكل والشرب، فحينئذ يكون ذلك من أسباب
نقص أجره وعدم تمامه، وإنما يكون التمام لمن قصد كمال الامتثال لله عز وجل وكمال الطاعة لأمره سبحانه وتعالى. قلت ذلك لما؟ لأن بعضا من أهل العلم لما تكلموا عن مقاصد الصيام ذكروا أن من مقاصد الصيام صحة البدن وسلامة الجسد وقوته، وهذا ثمرة وليست مقصد. فلو كان مقصدا من الصيام يقصده الآدمي بفعله فإنه حينئذ يكون قد شرك في نيته، ويكون حينئذ قد نقص أجره ولم يكمل له كمال إثابته. فناسب ذكر هذا المقصد لنفيه أنه ليس من المقاصد التي شرعها الشارع لقصد هذه الشعيرة العظيمة والنسيكة الجليلة والعبادة التي يحبها الله جل وعلا. إذن قلت لكم في بداية هذه المحاضرة أن المقاصد نوعان: مقاصد المكلفين من العبادة، وهذه مؤثرة في الصحة والفساد والإجزاء وعدمه، ومؤثرة كذلك في الإثابة وعدمها وغير ذلك من الأمور وخاصة في العقود. والنوع الثاني من المقاصد وهو لب حديثنا ومقصدنا من هذا اللقاء في هذه الليلة، وهو مقاصد الشرع من الصيام. فإنما من عبادة إلا ولها مقاصد تقصد لها، ولذلك فإن أهل السنة والجماعة يرون أن الأحكام معللة، وهذا التعليل ينبني عليه أثر في التعبد خلافا لمن نفى التعليل في الأحكام كبعض أهل الظاهر وغيرهم. نعم، إن هذا التعليل في العبادات يجعل لها أسرارا وحكما، وهذا التعليل قد يناط به حكم وقد لا يناط به حكم، كما سأختم به حديثي إن شاء الله في درسنا هذه الليلة. إذن أقول أيها الإخوة إن الشارع له في المقاصد حكما وأسرارا متعددة، وهذه الحكم كثيرة ومتنوعة، وقد يكشف الله عز وجل لبعض عباده ما لا يكشفه لغيره. وأنت إذا رجعت كلام أهل العلم في هذا الباب وفي هذا الفن، أعني في مقاصد خصوصا وفي مقاصد الصيام على سبيل التعيين، ستجد بعضهم قد ذكر من الأسرار والمقاصد ما لم يذكره غيره، وبعضهم فصل وبعضهم اقتصد. والسبب في ذلك أن هذه المقاصد والحكم متعددة ومتنوعة، وقد يكشفها الله عز وجل لبعض العباد وتخفى على آخرين، ولذا فإن الناس يختلفون في معرفة هذه المقاصد. وسأورد بعضا من المقاصد التي أوردها أهل العلم، وقد جاء الشارع بالدلالة عليها واعتبارها وجعلها من المقاصد الجزئية المعتبرة. وعبرت هنا بالمقاصد الجزئية لأن العلماء حينما تكلموا عن المقاصد بيّنوا أن المقاصد نوعان: مقاصد كلية تشمل جميع أبواب الفقه وجميع أبواب العبادات والمعاملات، ومقاصد جزئية متعلقة بباب بعينه. ونحن إنما نتكلم عن النوع الثاني دون الأول، إذ النوع الأول مرده في الحقيقة إلى قاعدتين، وهي جلب المصلحة ودفع المفسدة، ثم ردها الشيخ تقي الدين إلى أحد هاتين القاعدتين فقال: إن الشريعة من أولها إلى آخرها جاءت لتحصيل جلب المصلحة فقط، إذ دفع المفسدة راجع ومآله لجلبها. فالمقصود من هذا أيها الإخوة أنني سأذكر لكم الآن بعضا من القواعد والمقاصد الجزئية التي أوردها أهل العلم للصيام، لنعرف أثر هذه المقاصد في نفوسنا وما ينبني عليه في كيفية استثمارها وإعمالها وأثرها في عبادة المرء. أول هذه المقاصد وهو أجلها وأهمها وهو أول مقصد يجب على الصائم أن يجعل هذا المقصد أمام عينيه، وأن يكون حاضرا أمام ناظريه، وأن يكون مستحضرا له، مستصحبا لحكمه، مستصحبا لذكره على سبيل الندب في سائر أوقاته، ألا وهو امتثال أمر الله جل وعلا والطاعة له جل وعلا. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟
فالمرء كلما كان أكمل امتثالا له سبحانه، وكلما كان المرء مستحضرا لهذا المقصد أمامه، وأنه إنما صام لله جل وعلا، وأنه إنما امتنع من المفطرات قصد ما عنده سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم المقاصد وأجلها، وهذا هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الشيخ تقي الدين في منهاج السنة قال: والشرع يعود إلى مقاصد، أجل هذه المقاصد وأهمها وأعظمها وأنفسها قصد عبادة الله جل وعلا. فالمؤمن في حله وإبرامه وفي نقضه وعقده إنما يستشعر هذا الأمر، وهو عبادة الله جل وعلا. ولذا كلما كان المرء في هذا المقصد أشد امتثالا كلما كان أجره أعظم. ولننظر في الصيام على سبيل الخصوص، كثير من العبادات لما شرعها الله عز وجل ذكر مع هذه العبادة فضلها وبين أجرها، إلا الصوم فإن الله عز وجل أخفى أجره ولم يبين ثوابه، ليستشعر المسلم أنه بفعله هذه العبادة إنما يمتثل أمرا منه سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فبين الله جل وعلا أنه يجازي الحسنة بعشرة أضعافها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فقد أخفى الله أجره ولم يظهر لنا مقداره لكي يكون المرء مستشعرا لامتثاله أمر الله سبحانه وتعالى، وإن خفي عنه مقدار الثواب، ليكون المرء مستشعرا ومؤمنا بربه جل وعلا وأن فعله هذا هو من كمال العبادة. لذا أيها الإخوة، فإن من أعظم المقاصد في كل العبادات وفي الصوم هو أظهر، هو مقصد امتثال أمر الله عز وجل وطاعة ما أوجبه سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الإخوة أن الناس يختلفون في ذلك، فإن بعض الناس إذا سمع كلام الله جل وعلا وجاءه ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها الفهم الصحيح بما لا يعارض لسان العرب ولا يعارض باقي الأحكام، قال على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لم يتحيل الحيل ولم يبحث عن الرخص ولم يبحث عن شواذ العلم، وإنما امتثل أمر الله عز وجل وذلك المحك. وقد كان للصحابة رضوان الله عليهم في ذلك قصب السبق، ويضرب بهم المثل في كمال الامتثال، ولذا انتقاهم الله عز وجل أصحابا لخير أنبيائه وأفضلهم وسيد ولد آدم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من خبرهم رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على المنبر يتكلم فرأى رجلين من أصحابه يتلاحيان أن يرفعان صوتهما بالخصومة والنزاع، فحين ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: اجلسوا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهما، وبينما هو يتكلم بهذه الكلمة إذا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدخل المسجد ويلجه من بابه فيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا، فيجلس في محله حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا أبا عبد الرحمن، ما أجلسك هذا المجلس؟ فيقول رضي الله عنه: سمعتك يا رسول الله تقول للناس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. نعم أيها الإخوة، إن تعظيم أمر الله عز وجل وإجلاله في النفوس وتوقيره في القلوب هي منزلة عظيمة من درجات إياك نعبد وإياك نستعين، والمرء دائما يسأل الله عز وجل ذلك فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي وحدك نعبدك لا نعبد غيرك، وإياك وبك نستعين لا نستعين بغيرك على العبادة وعلى غيرها. وهذا من باب تقديم المعمول على من باب تقديم المعمول على العامل، وهذا مما يفيد
الحصر والتعظيم. هذا هو المقصد الأول، وقد نرجع له بعد ذلك في الحديث. من مقاصد الشرع، وأنا أقول من لأن من تفيد التبعيض ولا تفيد الحصر، من مقاصد الشرع في الصيام تغيير الطباع واكتساب أحسنها. ولذلك فإن المرأة إذا كان صائما فإنه يدع شهوته ويدع محبوبه ويدع مرغوب نفسه لامتثاله أمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشهوته لأجلي، يدع طعامه وشهوته لأجلي. إذن فهذا الصيام فيه تغيير للطباع التي طبعت عليها القلوب، إذ من طباع القلوب أنها تحب هذه الشهوات وترغب بها وتأنس بها، ولربما تركت بعض منافع البدن لأجل اكتساب هذه الشهوات. فيأتي الصيام الواجب منه والمندوب والمنذور فيطبع هذه الطباع ويغيرها ويكسبها محاسنها. وقد جاء عند البيهقي في الشعب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وعن الحرام، ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك سواء. انظر لهذا الأثر العظيم، كيف أن المرأة في أثناء صومه يكتسب الطباع الحسنة ويكتسب ترويض النفس وتغيير الطباع. ولذا فإن المرأة يكتسب في هذا الصوم ترويض نفسه وعدم استمرارها على ما ترغب، ولا أن تكون كالبهائم كلما رجت أخذت وكلما اشتهت اشترت وأكلت، كما قال عمر رضي الله عنه لجابر. ومن مقاصد الشريعة الخاصة في الصيام ما يتعلق بتهذيب الأخلاق. والفرق بين هذا والأول أن الأول من باب تغيير الطباع التي جبل عليها الناس، وأما الثاني وهو تهذيب الأخلاق فإن المرأة لربما اكتسب خلقا سيئا، ثم بعد ذلك إذا اكتسب ذلك الخلق السيء فإنه يستطيع أن يغيره. وعندنا هنا قبل أن نتكلم عن هذا المقصد مقدمتان مهمتان. المقدمة الأولى أن أهل العلم يقولون إن المرأة لا يولد بخلق سيء، وإنما يولد المرء في الأصل إما بخلق حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سيد عبد قيس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، قال: هل هاتان الخصلتان فطرت عليهما أم تطبعت بهما؟ قال: بل فطرت عليهما. فقال: الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله. إذن النوع الأول أن المرأة يفطر على الخلال الحسنة، أو يفطر على عدم الخلال السيئة، وإنما يكون عنده البراءة الأصلية من نفي الخلال والأخلاق السيئة. هذا كلام أهل العلم في تهذيب الأخلاق، وأن الخلال السيئة في الخلق من الغضب ومن الحمق ومن ما يكتسب بعد ذلك من مساوئ الأخلاق كالكبر ونحوه إنما هي مكتسبة. وقد أطال أهل العلم في تهذيب الأخلاق في التدليل على هذه القاعدة. الأمر الثاني والمقدمة الثانية عندنا أن أهل العلم يقولون إن الأخلاق تكتسب، بدليل الحديث المتقدم، فإن مفهومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل فطرت عليهما، يدل على أنه قد يكتسب المرء خلقا حسنا بعدما كان متصفا بالخلق السيء. ويشهد لذلك ما جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم. إذن يدلنا ذلك على أن المرأة يكتسب الحلم بعدما كان فاقدا له، كما يكتسب العلم بعدما كان جاهلا، وهكذا مكارم الأخلاق كلها على هذه الهيئة.
إن من مقاصد الصيام أيها الإخوة تهذيب الأخلاق بعد سوئها وتجميلها بعد كدرها، فإن المرء إذا كان قد اتصف واكتسب أخلاقا سيئة فإن صومه يكسبه الخلق الحسن ويكسبه كمال محاسن الأخلاق. وإني سأذكر لكم بعضا من الأخلاق المؤثرة التي تكتسب في الصوم، ومن هذه الأخلاق سيد الأخلاق الحسنة ومردها كما ذكر بعض أهل العلم إليه وهو الحلم، فإن بعض أهل العلم يقول إن سيد الأخلاق التواضع، وبعضهم يقول إن سيد الأخلاق الحلم. الحلم أيها الإخوة إن من أعظم ما يكسبه التحلم والتعود عليه. ولذا قيل للأحنس بن قيس وقد كان يضرب به المثل في الحلم: هل أنت حليم؟ قال: لست حليما وإنما أتحلم. إذن الحلم بالتحلم كما روينا في الحديث المتقدم. وكلما سعى المرء لاكتساب هذا الخلق الكريم الذي من اكتسبه كانت الأخلاق تبعا بعده، وكانت الأخلاق تأتي بعد ذلك في سوقه وفي مجراه إذا اكتسبه المرء. من أعظم أسباب اكتسابه الصوم. وإليك هذا الحديث العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام جنة، أي حاجب بين المرء وبين عذاب الله عز وجل، وحاجب بين المرء وبين مساوئ الأخلاق كذلك، إذ الحديث مطلق. ومما يدل على المعنى الثاني تتمة الحديث، انظر ماذا قال: الصيام جنة يحجزك ويمنعك ويكون حاجزا بينك وبين مساوئ الأخلاق. وهذا من أحد معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ومعنى قوله قاتله، قالوا إما أن تكون المقاتلة باليد، وقد تكون المقاتلة باللسان وهي مستخدمة في لسان العرب، وما زال بعض أبناء جزيرة العرب يسمون المحاججة قتالا. إذن أيها الإخوة، في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا اعترض عليه أحد فسبه، والسب لا يكون إلا بظلم من غير موجب، ولذا فإنه لا يكون قصاصا ولا يكون من باب التنبيه والتصحيح، وإنما هو اعتداء وظلم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أمور لمن جاءه أمر يكون مثيرا لغضبه وسببا في تركه لحلمه، بين له ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يرد الظلم بمثله، وأن لا يرد الاعتداء باعتداء، وإنما يمتنع، وإذا لم يقل اعتدي عليه وإنما قال فليقل إني امرؤ صائم. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول إني امرؤ صائم، حتى قال فقهاؤنا وهو المشهور المذهب اختيار الشيخ تقي الدين كذلك أنه يستحب أن يجهر بها وأن يرفع صوته، فليقل بصوت مرتفع يسمع هذا الذي سابه أو قاتله واعتدى عليه، فليقل إني امرؤ صائم. والسبب في ذلك أي في كلامه وجهره بلفظه أنه إذا تكلم هذا الكلام فإنه تأديب لنفسه وتنبيه لغيره، فتأديب لنفسه أنني إنما امتنعت امتثالا لأمر الله عز وجل وامتثالا لما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبيه لغيره أن هذا الامتناع ليس عجزا ولا خورا ولا ضعفا، وإنما هو سبب قوة بالله عز وجل. والأمر الثالث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمسلم في هذا الحديث، وإن كان في غير الصحيح وإنما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه زيادة، قال:
وإن كنت قائما فاجلس. وهذه الزيادة عند ابن خزيمة في نفس الحديث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا سابه أحد أو قاتله فلا بد وأن يكون ذلك سبب في مبادئ غضبه وفي ارتفاع سؤرة الدافع للظلم عنده، فحينئذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس إن كان قائما، وإن كان جالسا فليضطجع. وقد جاء في غير هذا الحديث أن يقوم وأن يتوضأ. الغضب أيها الإخوة هو جمرة في القلب يشعرها الشيطان ويزيدها ذكاء ويزيدها تورية لكي تحرق القلب وتفسد العمل، بل لربما وقد أذهبت النفس. وليس المقام مقام قصص، وإنما المقام إخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم أيها الإخوة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما استوصاه رجل فقال لا تغضب لا تغضب، هذه الوصية ليست نهيا عما يكون في القلب، إذ ما في القلب طارئ على كل امرئ، فإن من لم يستغضب فيغضب فإنه نقص في عقله وفي مروءته. وإنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أثر الغضب، وهو كف الجوارح، فلا يعتدي بلسانه ولا يجرح ببنانه ولا يحقد بقلبه فيجمع ضغينة، وإنما يدعو ويبرئ ظالمه والمعتدي عليه فيما في قلبه، ولا يمنع ذلك من الاقتصاص فإنه لا ينافي الغضب، وما يكون في القلب فإنه من وضع الله عز وجل وليس بإرادة العبد. المقصود من هذا الكلام، نرجع لكلامنا، أن الغضب أيها الإخوة سؤرة في القلب يحبها الشيطان، فهي نار، والشيطان من نار خلق من نار، ولذلك فإن من أعظم مداخل الشيطان على ابن آدم الغضب. ما طلق رجل امرأته إلا وكان الغضب سببا، بل من أعظم أسباب الطلق. وقد جاء في الحديث أن الشيطان ينصب عرشه فيأتيه جنده فيقول لكل واحد من جنده ما فعلت، فيقول الأول ما زلت بفلان حتى زنى، قال لم تفعل شيئا غدا يتوب. ثم يأتي الثاني من جنده فيقول ما فعلت، فيقول ما زلت بفلان حتى سرق، قال ما فعلت شيئا غدا يتوب. فيأتي الثالث فيقول ما فعلت، فيقول ما زلت بفلان حتى طلق زوجته وفارقها، فيقول أنت ويجلسه بجانبه. لعلم الشيطان أن الغضب هو سبب ذلك، وأن فراق المرء لزوجه أنه من أعظم الأسباب التي تفسد على المرء قلبه، وتفسد على الزوج قلبها، وتفسد على الأبناء بعد ذلك أفعالهم، فتؤثر في المجتمع كله، والحديث له مقام آخر. إذن المقصود من هذا أيها الإخوة أن المرأة في الصيام يؤدب نفسه على ترك الغضب واكتساب الحلم، فحينئذ يضعف داعي الشيطان. وهذا من المعاني في أن الشياطين تغل في شهر رمضان، فإنها لا تجد النار التي تذكيها، ولا تجد السبب الذي تجعله مدخلا لأفعالها، ولا يكون سببا لإيراد المرء المهالك. إذن أيها الإخوة، هذا الشهر العظيم وهذه الأيام التي يصومها العبد هي سبب لترويض المرء لاكتسابه الحلم. ومن اكتسب الحلم فقد اكتسب حلم صفة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فشهر رمضان هو شهر الحلم، والمرء يسعى لاكتساب هذه الصفة، فإذا اكتسبها جاء ما بعدها تبع لها. من الأخلاق التي تهذب في هذا الشهر العظيم وفي أيام الصيام في الشهر وغيره، وهو ما يتعلق بالتواضع، ولربما أفردت له حديثا بعد ذلك فأجعله بعد ذلك أنسب. من الصفات العظيمة في هذا الشهر التي تكتسب، وهو ما يتعلق برقة القلب، فإن هذا الشهر سبب لرقة القلب ولينه. ولين القلب أمر من صفات المؤمنين، ومن أثر لين القلب أن تحضر الدمعة، فإنه إذا لان القلب فاضت العين دمعا وأسدلت من خشية الله عز وجل سدولها.
ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فالمرء إذا أكثر من قراءة كلام الله عز وجل والتفكر في معانيه فإن قلبه يلين، وإن عينه ترق، وإن أعظم شهر يقرأ فيه القرآن هو شهر رمضان. ولذا قرن الله عز وجل القرآن بهذا الشهر، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبرائيل عليه السلام يدارسه القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبرائيل القرآن، فيقرأ القرآن في رمضان مرة، إلا في السنة التي قبض فيها بأبي هو وأمي، فقد دارسه جبرائيل القرآن فقرأها مرتين. إذن هذا الشهر هو شهر القرآن، فيه يقرأ القرآن ويتلى، وفيه تذكر أعظم القصص، ويذكر فيه أعظم الحكايات في قراءة الأوائل لكتاب الله عز وجل. وقد أطال محمد بن نصر المروزي في ذكر أخبار السلف في قراءتهم القرآن في هذا الشهر بالخصوص حينما ذكر قيام رمضان. ولذا استحب العلماء ألا يخلو شهر رمضان من ختمة، وألا تخلو صلاة التراويح من ختمة كاملة. ومن قرأ القرآن في شهر رمضان ولم يرق قلبه ولم تنسدل الدمعة من عينه فإنه حينئذ يخشى عليه من قسوة القلب. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه: لم يزل الناس يبكون عند الذكر وعند القرآن. لم يزل الناس يبكون عند الذكر وعند القرآن، ويقصد بالناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا المقصد من المقاصد العظيمة، وهو تهذيب الأخلاق وتليين القلب. والمرء كلما فاضت عينه بدمعة كلما كان مؤثرا ذلك في قلبه، إذ بين العين وبين القلب ارتباط. واسمع لقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. استدل بعض أهل العلم على ما بين العين وبين القلب من ارتباط، فإن القلب إذا خشع فإن العين تدمع، وإن القلب أمره سر ونظر العين سر، وغير ذلك من المعاني التي أوردها أهل العلم من باب الإشارة في هذه الآية العظيمة. الأمر الثالث أو الرابع من المعاني التي أوردها أهل العلم، ويبدو أننا أطلنا بعض الشيء، نعم، الأمر الرابع مما أورده أهل العلم رحمة الله عليهم من مقاصد الشريعة في الصيام، قالوا: تزكية النفس بعبادة السر. إذ الصيام أيها الإخوة من العبادات التي هي عبادة سر، وعبادات السر هي التي يبتلي بها المؤمن إيمانه ويجد عندها نفسه. وكلما كان للمرء سريرة مع الله عز وجل كلما كان قلبه ألين، وكلما كانت العبادة ألذ، فيجد في قلبه حلاوة الإيمان التي يرجوها من يرجوها من الناس. كثير منا أيها الإخوة يسمع قصص الأوائل وأخبارهم كيف أنهم يتلذذون بالعبادات، فترى أحدهم كعبد الله بن الزبير رضي الله عنه يصلي فيصف قدميه لله عز وجل، فيأتي الزنبور فيلدغه مرات فلا يحس بلدغه، فلما قيل له قال: إني في أمر يشغلني عن غيره من الأمور. وآخر من الصحابة يكون قائما في صلاته يقرأ، فإذا بسهم غرب يصيبه فلا يلتفت من صلاته لولا ما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحرس الناس وينتبه إليهم، وإلا لما ترك صلاته من شدة أنسه بربه ولذته بهذه الطاعة. هذه الطاعة وهذه اللذة أيها الإخوة
تكلم عنها الأوائل كلاما طويلا، حتى قال إبراهيم بن أدهم وهو من علماء الأمة وزهادها والورع ومن أشدهم ورعا، وقد أثنى عليه الأكابر كأحمد وغيره، كان يقول: نحن في لذة لو علم عنها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وكان سفيان بن سعيد الثوري يقول: نحن في لذة، يعني لذة العلم وغيرها من العبادات، لو علم عنها أبناء التجار لاشتروها بأغلى الأثمان وأنفسها. هذه اللذة العظيمة، كثير منا يقول: أفعل العبادات وأفعل الطاعات، أقرأ كما يقرأ الأوائل، وأصوم كما يصوم الأوائل، وأقوم كما يقومون، وأتصدق كما يتصدقون، لكن لا أجد في قلبي ما يجدون، ولا أجد في نفسي هذه اللذة التي يذكرون. أقول: العبادة واحدة ولكن الأسرار فيها مختلفة. من أعظم الأسرار التي تجعل المرء يكتسب هذه اللذة العظيمة في الطاعة هو أن يعنى المرء بعبادات السر. من عني بعبادة السر وجد حلاوة الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث ابن مسعود عند أحمد والحاكم، قال صلى الله عليه وسلم: من ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تكتسب بعبادة السر. من عبادة السر الكف عن النظر الحرام، لأن النظر إلى الحرام لا يعلم به إلا الناظر دون من عداه. تمشي أنت وصاحبك في طريق فتنظر لأمر لا يعلم صاحبك أنك تنظر إليه، لذا كان النظر سببا موجبا وسببا من أسباب اكتساب لذة العبادة. وهذا معنى الآية ذكرناها قبل قليل في قول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكلاهما من السر. من أسباب عبادة، من أنواع عبادة السر، إخراج الزكاة. عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها: ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط، أدى زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط، لأن الزكاة لا يعلم مقدارها ولا عددها ولا قيمة ما يقوم منها إلا صاحبها والله عز وجل قبله، فهي من عبادات السر. من عبادات السر الصوم. هذا الصوم أيها الإخوة عبادة سر. صدقني لو اطلع عليك أهل الأرض جميعا لا بد أن تكون في لحظة من لحظات صومك لا يطلع عليك إلا ربك جل وعلا. لا بد أن تكون المرء خلوة في نهاره، لا بد أن يكون المرء غيبة عن عين من يراقبه في نهاره، لذا كان الصوم من عبادات السر. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم عبادة من عبادات السر، الصوم عبادة من عبادات السر، ولذا كان سببا في تحصيل اللذة والطاعة، وكان سببا في أن يجد المرء فيه من اللذة ما لا يجده غيره. ولذا أيها الإخوة، جاء عن بعض الأوائل أنه كان يقول: إني لأجد في الصوم لذة لا أجدها في يوم فطري. يجد في صومه لذة لا يجدها في يوم فطره، أنسا بربه وهناء في جسده وقوة في بدنه، هذا بسبب كونها من عبادات السر. الأمر الأخير من المقاصد التي نريدها في هذه الليلة، والمقاصد كثيرة وإنما ذلك غيظ من فيض، وهو أن من مقاصد الشرع للصيام إثبات الأخوة بين المسلمين، فإن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم وغيره عند الله سواء، لا يفرق أحدهم على الآخر إلا بالتقوى، وهو ما وقر في قلبه وأثر على جوارحه. ولذا فإن هذا الصوم من أعظم الأسباب المفضية لإثبات الأخوة ودرء الكبر بين هؤلاء الإخوة. فإن المرء إذا أراد أن يحقق الأخوة في الإسلام فلا يتكبر على أخيه ولا ينظر إليه شزرا ولا ينقصه قدره، وإنما ينزله منزلته ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف كان الصيام كذلك؟ الصوم الناس فيه سواء من أول النهار إلى آخره، كلهم يمتنعون عن الطعام سواء،
فلا فرق بين زيد وعمر في طعامه، بل إذا جاء فطرهم استحب أن يكون الفطر للناس سواء، فيفطر المرء على تمرات، فإن لم يكو فعلى رطبات، فإن لم يكو فتمرات، فإن لم يكو حس حسوات من ماء، إذن يستوون في أكلهم وشرابهم. ولنعلم أن الناس إنما يتفارقون في أربع: في أكلهم وشربهم، وفي لبسهم، وفي مسكنهم، وفي ركوبهم، وما زاد عن ذلك فإنها أمور لا تكون ظاهرة. من أظهر الأمور التي يتفارق فيها الناس ويقع فيها احتقار بعض الناس لبعض ما يتعلق بالطعام، فإذا أمسك المرء نصف يومه وذلك بإمساكه عن الصوم نهاره كله فكان كغيره في الإمساك وعدم الأكل، فإنه حينئذ ساواهم في الفعل، ثم إذا فعل ذلك أحس بما يحس به غيره من الجوع والنصب والنقص، فحينئذ يحس بما حس به الفقراء، ثم بعد ذلك إذا أفطر أكل ما يأكله غيره من المسلمين. وعندما يفطر المرء، وهذه مسألة مهمة، فإنه يأكل ما وجده أمامه، فإن المرء إذا كان جائعا فيأكل ما أمامه سواء كان من أطيب الطعام أو من أواسطه، فحينئذ لا يتشرط في طعامه ولا ينتقي أعلاه. وقد جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان ابن عمه وهو أخو زوجته محمد بن مسلمة، كان شرها في طعامه، يأكل طعاما كثيرا، وكان لا يأكل إلا أطيب الطعام وأعلاه. فجاءه يوما في بيته، فما كان من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إلا أن أطال عليه في الطعام وأخر عليه تقديمه، وكان عمر رضي الله عنه يختلس إليه النظرات حتى إذا عرف الجوع في عينيه وفي أفعاله أمر عمر بن عبد العزيز بأن يؤتى بطعامه هو، فقدم لعمر وضيفه طعام عمر وهو خبز وأدم من زيت ونحوه، فحينئذ أكل عمر وأكل ضيفه أكلا كثيرا، أعني ضيف عمر أكل أكلا كثيرا، وما زال عمر يقول له كل كل حتى امتلأ وقال لا أجد لذلك مسلكا. فلما انتهى أمر عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز أن يقدم الطعام الطيب الهني الذي تعب في ألوانه وأنواعه، فلما قدم له لم يستطع أن يأكل منه شيئا، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه اعلم أن الجوع يسده أي طعام، يسده أي طعام، فكان ذلك درسا له في عدم الإكثار من الأكل وعدم التنويع له. وقد قال فقهاؤنا ومنهم ابن القيم أن كثرة الأنواع على السفرة سرف، وهذا من الأمور المهمة، فمن راعى هذا المقصد في أفعاله وسيأتي بعد قليل ولربما نسيته فأذكر فأنبه عنه الآن، فإنه لا يسرف في طعامه عند إفطاره ولا يكثر من أنواعه، وهذا من باب الامتثال لأمر الله عز وجل بعدم السرف وتحقيق لهذا المقصد العظيم. هذا ما يتعلق بسرد بعض المقاصد الشرعية للصيام، وقد ذكرت لكم أن هذه هي بعض المقاصد الجزئية لا كل المقاصد. وطالب العلم وسامع هذا الكلام يجب عليه أن يسأل سؤالا وهو ما سأجيب به: إذا عرفت هذه المقاصد فما الذي أستفيده، وكيف أستثمر هذه المقاصد وأنتفع منها؟ فإني أرى عددا من الإخوة الحاضرين قد دون هذه المقاصد التي أوردها أهل العلم، فما هي الفائدة من معرفة هذه المقاصد وحفظها واستظهارها؟ ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن معرفة مقاصد الصيام تفيد في أمور متعددة، ويمكن لطالب العلم الذي عرف هذه المقاصد واستشعرها أن يستثمرها بما ينفع به نفسه. من وسائل استثمار هذه المقاصد أولا امتحان النفس وابتلاؤها بتحقق هذه المقاصد من عدمها، فإن هذه المقاصد إذا لم توجد فمعنى ذلك أن صومك ناقص، فراجع قلبك ولم
يكن عملك كاملا، لا في المقصد مقاصد المكلفين، أو لم يكن كاملا من حيث الأعمال. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. انظر كيف الامتحان والابتلاء، أنك إذا ابتليت نفسك فلم تر نفسك قد تهذبت، ولم تر نفسك قد جادت وحسن فعلها، ولان قلبك بترك قول الزور والعمل به، فاعلم أن صومك ناقص، واعلم أنك قد أسأت. وقد روينا عند ابن أبي الدنيا في قصة المرأتين اللتين جيء بهما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: قيئا، فقاءتا لحما ودما عبيطا، فقال: إن هاتين قد صامتا عما أباح الله وأفطرتا على ما حرم. إذا المسلم دائما يبتلي نفسه، إن وجد أنه في صومه قد تهذبت نفسه، وقد حسنت أخلاقه، وقد ترك السيئة من الطباع، وأنه قد عني بما يلين قلبه، فلان قلبه وبكت عينه عند ذكر الله عز وجل، فإنه حينئذ قد أحسن وعني بالمقاصد. وإن كان ذلك بضد ذلك فإنه حينئذ ليس بالمجيد، بل يجب عليه أن يراجع قلبه قبل ذلك، وأن يراجع ما تعلمه فإن فيه نقصا، وليراجع أعماله. وهذه مسألة المراجعة للقلب مهمة، وليعلم المؤمن أن نفسه دائما لوامة له، دائما تلومه: أنت فيك نقص، أنت فيك عيب، أنت فيك خور. ومن ظن في نفسه الكمال فقد بدأ في السقوط. ولذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: لأن تجلس مع أقوام يخوفونك حتى تأمن خير من أن تجلس مع أقوام يؤمنونك حتى تخاف. وجاء في الآثر أن ما خاف النفاق أحد إلا أمن منه، ولا أمن من النفاق أحد إلا وقع فيه. فالمقصود أيها الإخوة أن من أعظم ما نستفيده من معرفة مقاصد الصيام ابتلاء النفس وامتحانها، وقياس صدق قبولها. ولنعلم أن الله عز وجل لا يجعل الناس سواء في الأجر، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. فالصائمون ليسوا سواء في الأجر. كيف تعرف ذلك؟ بمعرفة مقاصد الشرع، وهل أثر الصوم عليك فيها أم لا. حينئذ تستطيع أن تبتلي نفسك وتمتحنها، وتعرف كمال امتثالك لله عز وجل فيه. الأمر الثاني من الأغراض من معرفة مقاصد الصيام وفوائد معرفة هذا الأمر، وهو معرفة تقديم الأعمال التي تحقق هذه المقاصد. وهذه مسألة مهمة فلننتبه لها. عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن علماءنا يقولون إنه لا تلازم بين فضل الزمان ومطلق العمل، فقد يكون اليوم فاضلا لكن لا تشرع فيه أعمال صالحة، فإن أفضل أيام الأسبوع الجمعة، وأفضل أيام السنة يوم عيد الأضحى كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. ومع ذلك فإنه يحرم صوم يوم العيد، ويكره صوم يوم الجمعة على سبيل الانفراد، ويمنع من تخصيصهما بالقيام. السبب في ذلك القاعدة التي ذكرت لك، وهو أنه لا تلازم بين فضل الزمان مع مطلق العمل الصالح. إذن كل زمان من الأزمنة الفاضلة أفضل ما يعمل فيه ما شرع فيه من الأعمال. وأنت تعرف الأعمال الفاضلة في شهر رمضان باعتبار أمرين: النص، كما قالت عائشة: يا رسول الله ماذا أقول؟ أي في ليلة القدر، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والأمر الثاني بالنظر للمقاصد. إن بعض إخواننا لربما انشغل في هذا الشهر الكريم بأعمال صالحة لكنها تكون مفضولة في مقابل الفاضل من الأعمال الصالحة. وانظر يا رعاك الله لبعض الأعمال الصالحة الفاضلة في هذا الشهر الكريم
التي ورد النص بتفضيلها، وهي تحقق المعاني والمقاصد التي أوردناها قبل قليل. من ذلك أولها وأجلها الإمساك وعن المفطرات وهو الصوم، فإنه أعظم ما يرقق القلب وهو أعظم ما يحصل به الامتثال. ومن ذلك حفظ اللسان ولزوم المساجد. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا جاء الصوم قالوا نلزم المساجد، نحفظ صيامنا. انظر انظر كلامهم، فإنهم قد سمعوا الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا مقاصد الشرع وانطبعت في قلوبهم من غير تشقيق للكلام ولا تفريق. انظر ماذا قال رضي الله عنه: نلزم المساجد، نحفظ صيامنا. المرء إذا كان صومه فليكثر من لزوم المساجد، فلزومه المساجد له أجر الاعتكاف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لزومه المساجد فيه كثرة تلاوة للقرآن، لزومه للمساجد فيه حفظ لصيامه، فلا يخوض في عرض أحد، ولا يتكلم في أحد، ولا يستنقص أحد، لا يأكل مالا حراما، لا يظلم، لا يبغي، لا يعتدي، لا يجور. كل ذلك من أعظم المقاصد التي تفعل في هذا الشهر الكريم. إذن المقصود من هذا معرفة درجات الأحكام. ولذا لأجل هذا المعنى وهو معرفة المقاصد، وقد كان من أعظم من أكثر الأئمة إعمال المقاصد الإمام مالك والإمام أحمد. جاء أن الإمام مالك رحمة الله عليه كان إذا جاء رمضان أغلق كتب العلم وقال: شهر رمضان شهر القرآن. ثم بدأ يقرأ في كتاب الله عز وجل، وهذا من باب تقديم الفاضل على ما دونه في الفضل. وهذا الحديث ما هو الأفضل في شهر رمضان له مقام آخر، وسبق الحديث عنه في غير هذا المقام، وهو حديث طويل. من فوائد معرفة مقاصد الشرع وهو استثمارها في الأحكام الشرعية، وهذا الاستثمار إنما يكون لطالب العلم ومن عني بالفقه. ولنعلم أن المقاصد بعضها تكون وصفا ظاهرا منضبطا فتناط به الأحكام فتكون عللا، وبعض هذه المقاصد لا تكون وصفا ظاهرا منضبطا وإنما تكون حكما يرجح بها عند الاختلاف ولا يناط بها الحكم. المقصود من ذلك أن من صفة استثمار هذه المقاصد في الترجيح في الأحكام مسائل. أضرب لك أمثلة على سبيل المثال لا على سبيل البسط والاستيعاب. من ذلك أن المرأة إذا كان مسافرا فإن بعض أهل العلم وهو المشهور عند بعض الفقهاء يقولون إنه يستحب له أن يفطر ولو كان صومه لا مشقة عليه فيه، ولو كان لا مشقة عليه، في طائرة يركبها، في مكيف فوق رأسه لا حر عليه، ومع ذلك يقولون الأفضل له أن يفطر، وهذا أحد قول العلماء في هذه المسألة، فيستحب له الفطر. أين ذلك من المقاصد؟ نقول هذا تحقيق لأعظم المقاصد، وهو المقصد الأول امتثال أمر الله عز وجل. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر حتى إذا كان في آخر حياته ترك الصوم في السفر، فدل ذلك على أن المرأة يستحب له ألا يصوم في سفره وإنما يفطر، وإن صام صح. وهذا من باب الترجيح في المسألة، فانظر هذا من أعظم الفقه للحديث وللمقصد الامتثال، كمال الامتثال. ولذلك لما جاء الصحابة في يوم عرفة فأرادوا أن يصوموا قيل لبعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفطر، فقالوا إنه له حاله ولنا حالنا، فأشار بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم أمام الناس على دابته فيفطر أو فيشرب الماء، فلما رآه الصحابة كلهم امتثلوا هذه السنة وأفطروا معه. إذن هذا من الاستثمار في الأحكام. من صور أيضا هذا أن المرأة إذا كانت عليه مشقة في صومه خارجة عن العادة، وقد أطال الفقهاء في الصوم الذي في المشقة التي يجوز لها الفطر، إذا خرجت المشقة عن العادة فإن الأفضل في حقه أن يفطر. بعض الإخوة يكون مريضا وهذا المرض يشق به مشقة كبيرة خارجة عن العادة، إما أن يكون المرض الصوم معه يزيده، أو أن يكون الصوم يؤخر برأه، أو أن يكون مع صومه زيادة في المشقة كبيرة، ومع ذلك يترك الرخصة وينتقل إلى الأمر الآخر وهو الصوم،
ولا يعمل به. وفقهاؤنا يقولون إن المريض إذا كان الصوم يضره بالأمور التي أوردتها قبل قليل فإنه الأفضل في حقه أن يفطر، الأفضل في حقه أن يفطر، بل لربما قيل يحرم عليه الصوم إن كان يضره ضررا شديدا. وهذا من استثمار المقاصد في الأحكام. من ذلك أيضا في قضية الاستثمار، وهي كم بقى الوقت؟ 4، وهي الأمر الأخير وأختم به حديثي، وهي مسألة أن المرأة يترك الجدل عند صومه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قلت لكم قبل إن المراد بالمقاتلة إما مقاتلة اليد، أو أن يكون المراد بالمقاتلة مقاتلة اللسان وهي المحاججة وهو الجدل. ومن أكثر ما بلي به المسلمون عامة وطلبة العلم خاصة كثرة الجدال والمراء. ولنعلم أن الجدال والمراء نوعان: جدال حرام وجدال مباح وقد يكون مندوبا. فأما الجدال الحرام فهو نوعان على ما قرره فقهاؤنا كابن مفلح وغيره. النوع الأول: من جادل لأجل قصد سيء، كأن يجادلك في مسألة فقهية ونحوها ليرتفع عليك أو لينقص غريمة. من طلب العلم ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء فهو حسبه، فحينئذ يكون في حقه حراما. والنوع الثاني الحرام، ونص عليه فقهاؤنا كابن مفلح في الأصول: من جادل من كان هذا قصده، من كان قصده المقصد السيء فإن الذي يماريه ويناظره حرام عليه ذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، باعتبار من كان قبل أمامه. النوع الثاني من الجدال: ما كان فيه القصد من الطرفين حسن وإنما يقصد به الوصول للعلم، فإن هذا مباح وقد يكون مسنونا بما يعني وقع في القلب من القصد الحسن وبما يكون إليه المقصود من حيث الوصول للحكم إذا كان في أمور شرعية أو أغراض عامة فيها مصلحة عامة. إذن المسلم في نهار رمضان يترك الجدال تحقيقا لهذا المقصد، باعتبار أنه لا ينشغل بالمفضول عن الفاضل ولو كان الجدال من النوع الثاني المباح، فيترك الجدال مطلقا في الأحكام وفي غيرها، وذلك من باب معرفة مقاصد الشريعة وامتثالها. هذا أيها الإخوة غيظ من فيض وبلالة من يم في الحديث عن مقاصد الشريعة. وكل من خاض هذا الفن ودخل غوره وأبحر في لجه يعلم أنه بحر عظيم، وأن الحديث فيه جليل، وأن الناس فيه طرفان ووسط، فقوم أنكروه ولم يعملوه فضيعوا كثيرا من مقاصد الشريعة ومعانيها التي بنيت عليها والفوائد الجليلة التي تحققت بها، وآخرون توسعوا فيه فجعلوا للشرع مقاصد غير معتبرة، وجعلوا هذه المقاصد أحيانا المظنونة مقدمة على النصوص الشرعية، وكلا طرفي الغلو ذميم. وإنما المقصود من المقاصد ما كان مأخوذا من شرع الله عز وجل مبينا في وحيه سبحانه وتعالى في كتابه وما نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الاستمساك بها من أعظم ما يستمسك به المرء ويهتدي به في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. نعم، هذا أخونا يقول: هل الإبر العلاجية غير المغذية خاصة أو حتى المغذية تفطيرها، يعني يقصد يبدونها تفطر، أي القول بتفطيرها يخرج على قول فقهائنا أن كل ما أدخله الصائم إلى جوفه من أي موضع كان أفسد صومه بذلك. نعم، نقول الإبر نوعان كما تفضل أخونا الفاضل، فإن بعضها يكون مغذيا وبعضها غير مغذ. وأهل العلم لما تكلموا عن هذه الإبر كان لهم مسلكان، فالمشهور كما ذكر السائل الفاضل أن المشهور عند فقهائنا أنه يكون مفطرا،
سواء كانت مغذية أو غير مغذية، وهذا نص عليه بعض المتأخرين في القرن الماضي جزما بأن هذا هو ما يفهم من قاعدة الفقهاء، أن كل إبرة يدخلها المرء إلى بدنه سواء عن الوريد من طريق الوريد أو من طريق العضل كله يكون مفطرا مغذيا أو غير مغذ. والقول الثاني وهي اختيار الشيخ تقي الدين وهو المفتى به عند المشايخ، أننا نقسم هذه الإبرة إلى نوعين، إبر مغذية وغير مغذية. فإن كانت مغذية أي قصد منها الغذاء في ذاتها كأن تكون لأجل تقوية البدن، فإنها حينئذ تكون مفطرة، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فمعنى ذلك أي امتنعوا من الأكل والشرب. والمراد بالأكل والشرب ما دخل من طريق الفم والأنف أو ما قام مقامه وأدى غرضه وهو تقوية البدن وتغذيته. وأما إن كانت الإبر غير مغذية وإن كان فيها بعض الأمور العضوية التي تمتص في البدن من بعض أنواع السكريات وغيرها فإنها لا تكون مفطرة، لأنها لم تدخل من المدخل المعتاد وهو الفم والأنف، ولم تذهب إلى جوف يحيل الطعام، لأن الفقهاء يقسمون الجوف إلى نوعين، جوف يحيل الطعام وجوف لا يحيل الطعام. فالجوف الذي يحيل الطعام هو الذي نسميه الآن بالجهاز الهضمي، نص على ذلك في الإنصاف. وبناء على ذلك فتقسيم الإبر إلى نوعين وهو الصحيح الذي يفتي به مشايخنا الآن. يقول أخونا ليس من البر الصيام في السفر، هل ثمة فرق بين الفرض والنفل؟ الفقهاء يقولون هما سواء، فليس من البر الصيام في السفر في النفل والفريضة سواء، بيد أنهم يقولون إن هناك فرقا بين ابتداء الصوم في الحضر ثم يسافر أو ابتداء الصوم في السفر. فإن ابتدأ الصوم في الحضر ثم سافر أبيح له الفطر، وأما إن ابتدأ الصوم في السفر يعني طلع عليه النهار وهو مسافر فإنه يكون خلاف الأولى، بل نص بعضهم على أنه يكره له الصوم. فرق بين الصورتين، كذا ذكروا جمعا بين النصوص لحديث أنه حتى إذا بلغ كراع الغمام أفطر، هل هو بلدة وصلها فابتدأ الصوم من ذلك لما وصله الحديث، أم لما وصل إليها فأفطر المغرب ثم لم يصم بعد ذلك، بناء على توجيه في هذا الحديث. نعم، يقول إن العلماء يقول إن أفضل السواك ما كان من جذر الأراك ثم ما كان من غصنه ثم ما كان من أي عود لا يتفتت، ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك أن استخدام العرب عادة وأكثر ما يستخدمون به العود به السواك أنهم يستخدمونه من عود الأراك، وهم يرون أن الأجود منه ما كان من جذره، فإنه أقوى في التنظيف وأجود للثة. ثم غصنه، كما أن العرب كانوا يستخدمون غيره من الأعواد التي لا تتفتت، وأما الأعواد التي تتفتت فإنها تضر اللثة. إذن سبب تقديمهم لهذه الأمور ثلاثة قاعدتان: المنفعة للأسنان والتنظيف وعدم الضرر، والقاعدة الثانية هو فعل العرب واستعمالهم، لأن العرف الخاص في ذلك الزمان يقوم مقامه، هذا هو المشهور، وعندهم أن الإصبع والقماش لا يقوم مقامهما. والرواية الثانية وهو الأظهر دليلا أن الإصبع والقماش والفرشاة يحصل بها معنى السنة لا مطلق السنة، وإنما معنى السنة لكن درجة أقل من السواك، وهي اختيار بعض فقهائنا وهو متجه. أخونا يقول هل الأفضل في شهر رمضان مراجعة القرآن حتى يتقن أو تلاوته؟ أول شيء الأفضل أنك لا تخلي رمضان من ختمة، أقل شيء ختمة أو ختمتان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم سقاك الله من حوض نبيه. إذن الأمر الأول أن لا تخليه من ختمة، ثم بعد ذلك انظر الأصلح لك ولقلبك، فكل الناس يختلفون، فهناك من يستطيع النظر في أو المراجعة بعد ذلك ومنهم من لا يستطيع. وأما إطلاق حكم على سبيل الإطلاق فليس بصحيح، مثل ما تكلم النووي عليه رحمة الله في التبيان ثم اعترض عليهم غيره هل أفضل قراءة القرآن حفظا أم بنظر في المصحف، والكلام هذا حقيقة لا نصدر فيه حكما كليا، وإنما نقول يختلف اختلاف الأحوال. يقول هل يجوز أن أكذب فأقول أنا صائم في حال المتاجرة؟ لا ما يجوز، هذا كذب، هذا يخشى على المرء
من الرياء أنه يكذب بالصوم وهو ليس بصائم، أعوذ بالله، لا يكذب المرء لكي يكتسب عند الناس شيئا. معني ما فهمت السؤال، حال المتاجرة ما أدري شو مقصود المراد بالمتاجرة. يقول أخونا في حال صيام النافلة فإن الإنسان قد يدعى لشراب كالشاي ونحوه فيفطر أو شيء آخر فيفطر، أن يقول أنا صائم وقد تكون بغير إفطار. يعني ما فهمت السؤال، لكن على العموم النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان صائم فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو، أي من باب الدعاء لهم. وهذا يدلنا على أن العلماء يقول إذا دعي المرء إلى وليمة استحب الأكل منها ووجب حضورها، وهي وليمة النكاح وهي آكد الولائم، فإنه يحضر ولا يلزمه الأكل منها، إلا على رواية ذكرها بعض فقهائنا أنه يستحب الأكل، أنه يجب الأكل من الوليمة، وهو متجه، لكن عموما الجمهور على أنه يستحب الأكل، إلا أن يكون صائما فإنه يدعو لصاحب الأكل يقول بارك الله لك، فيقول إني صائم، وليس في ذلك من الرياء شيء البتة، ليس من الرياء في ذلك شيء. وقد قلت لك أن الصائم لا يدخله الرياء، وإنما يدخله تشريك النية، وذلك يستحب لك أن تتلفظ جهرا، لك أجر إذا تلفظت قلت أنا صائم لك أجر، بل السنة أن ترفع صوتك نص عليه. إذن ليس هذا من الرياء، وإنما هو من مداخل الشيطان على ابن آدم. أخونا يقول لي قريب يقول لا يجوز معاداة أهل الكتاب إلا في الحرب ويجوز الزواج منهم، كيف أرد عليه؟ أما الزواج من أهل الكتاب أي من نسائهم فيجوز ولا شك، لا شك في كتاب الله عز وجل، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فدل ذلك على الزواج، جواز الزواج من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأما قوله معاداتهم فالظاهر أن قريبك هذا يقصد حربهم، وهذا صحيح، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فإنهم لا يقاتلون إلا في الحرب. وإن كان يقصد ما في القلب فإن العلماء يقولون، وهذا التفصيل مهم اعرفه، وقد ذكره الشيخ تقي الدين في الاقتضاء وتلميذه في أحكام أهل الملل وهو تلميذ ابن القيم، أن موالاة لغير المؤمنين نوعان، موالاة ظاهرة وموالاة باطنة. فالموالاة الباطنة متعلقة بالقلب، فيجب على المرء أن لا يوالي أحدا لكفره وعدم إيمانه بالله عز وجل، هذه الموالاة الباطنة ولا تجوز، فلا تحب أحدا لكفره. وأما الموالاة الظاهرة فإنها تجوز، بدليل أن الله عز وجل أباح الزواج من الكتابية، وقطعا سيكون في قلب الزوج لزوجه هذه الكتابية محبة، بل أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت بثلثها لأخيها وكان يهوديا، وهذه من الموالاة الظاهرة. وهناك صور كثيرة جدا تكلموا عنها، حتى أن الرواية الثانية وهي انتصر لها الشيخان أنه يجوز بل يصح أن يرث المسلم الكافر، فالكافر إذا مات وله قريب مسلم فإن المسلم يرثه لا العكس، وحملوا الحديث على الحرب دون ما عداه. إذن يجب أن نفرق بين الموالاة الظاهرة والباطنة، وهذه عندما أخطأ فيها الناس طرفان، فبعضهم ألغى الموالتين فجعل المحبة، وهذا خطأ مصادمة للنصوص، وبعضهم جعل الموالاة الظاهرة كالباطنة وأنها كفر، وهذا غلو كذلك، والعلم ينفي الخطأين معا. يقول كيف أجعل القرآن يؤثر في قلبي وأخشع له وأكون متدبرا؟ هذا له أسباب كثيرة جدا أوجزها في بعضها الآن، وهو كثرة القرآن والتأمل في معانيه والعمل به، فهذه الأمور الثلاثة هي أهمها. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين يقرؤون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عبد الرحمن يقال ابن الصحابة وتلميذ الصحابة، أمه وأبوه صحابيان، وهو قرأ على علي وغيرهم الصحابة رضي الله عنهم القرآن. قال حدثنا الذين يقرؤون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام ويعملوا بها. إذن كثرة القراءة والتأمل والتدبر مع العمل بما علمت، هذا هو الذي يورث الخشية. يقول هل مقاصد الصيام النفل كمقاصد صيام الفرض؟ نعم، المقاصد فيهما سواء في الجملة، ولكن في صيام الفرض يتأكد. يقول قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هل يشمل الصيام فرضه ونفله؟ قول العلماء
أن كتب هنا بمعنى أوجب، ذكروا ذلك في كتب الأصول، فإنهم يستدلون على أن من صيغ الوجوب قوله كتب، فحينئذ تكون هذه الآية في الصوم الواجب. وقال بعض المفسرين إن كتب بمعنى شرع، فحينئذ تكون هذه الآية متعلقة بالفرض والنافلة معا ولا تضاد بين ذلك، فإن الآية قد تكون محمولة على معنيين كما قال أبو ابن عباس رضي الله عنه: القرآن حمال أوجه. يقول: كم عدد الأيام التي حددها الشارع للمسافر من بعيد حتى يكون له حكم المقيم؟ السؤال لم أفهمه، فإن كان قصد السائل كم المدة إذا أجمع المرء الإقامة في بلد يكون بها مقيما، فحينئذ يكون للسؤال جواب، وأما السؤال الذي أورده فإنه لا جواب له. العلماء يقولون: إذا دخل المرء بلدة غير بلدته التي هو مستوطن لها ووجد شرطان، فإنه حينئذ يكون مقيما لا يترخص بشيء من رخص السفر. الشرط الأول أن يكون مجمعا الإقامة، بمعنى أنه يعلم أنه سيمكث في هذه البلدة المدة مدة معينة، سنريدها الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يكون قد أجمع الإقامة بمقدار حد الإقامة فأكثر، وحد الإقامة هنا قدره جماهير أهل العلم بكونه أكثر من 4 أيام، فمن أجمع الإقامة 21 صلاة فأكثر فإنه لا يترخص برخص السفر. قالوا: والدليل على ذلك؟ قالوا: أن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه ترخص بالسفر في 20 صلاة حينما أتى مكة في اليوم الرابع وخرج في اليوم 8 إلى منى. نعم. أخونا يقول: عندي مصحف نقرأ فيه بعض الأيام، ما أدري شو يقصد، لكن كان قصده أنني أقرأ فيه أحيانا وأتركه أحيانا، فالمرء إذا كان عنده مصحف يزيد عن حاجته، فالعلماء يقولون إن الأفضل في حقه أن يبذله لمن يقرأ فيه. بعض الناس يظن أن هذا حرام، أن يكون عندك مصحف وأنت مسؤول عنه يوم القيامة. لا لا، اتخاذ القرآن مهجورا ليس معناه أن لا تقرأ في المصحف الذي عندك، لا، ليس المقصود ذلك، وإنما المقصود بهجر القرآن الذي جاء في سورة الفرقان معناه أن المرأة يترك قراءته والعمل به والنظر في معانيه، فحينئذ يكون هاجرا له. وأما المصحف فلا يلزم أنك تفتحه، ولكن الأفضل أنك تقرأ فيه لا على سبيل اللزوم. أخونا يقول: ليلة القدر خير من 1000 شهر، هل الصدقة والعمل الصالح فيها مضاعف؟ نعم، هي خير من 1000 شهر، لكن لا يضاعف فيها ولا يشرع فيها مطلق العمل، وإنما يشرع فيها أمور. الأمر الأول الدعاء، حيث عائشة: إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الأمر الثاني أنه استحب لزوم المسجد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر، ولما جاء في حديث عبد الله بن أنيس عن أبيه أنيس الجهني أنه قال: يا رسول الله، إني إمام قومي في البادية، فاجعل لي يوما آتي مسجدك. قال: إيتي ليلة 23، وفي بعض الألفاظ 21، فكان أنيس رضي الله عنه يأتي فيربط دابته على حلقة عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل غروب الشمس ويخرج عند طلوعها. قال: وهذه الليلة لأنها مظنة ليلة القدر أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بها. إذن فالسنة أن المرء يلزم المسجد بالاعتكاف أو كثرة اللزوم. الأمر الثاني مما يشرع في ليلة القدر أو الثالث هو الصلاة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام ليلة القدر مستحب، ويكون قيام ليلة القدر بأمور: الأمر الأول صلاة العشاء والفجر جماعة، وإذا قال بعض السلف أظنه سعيد: من صلى العشاء والفجر فقد قام ليلة القدر، أي في الجماعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني صلاة التراويح، وهي أفضل ما يقام في المسجد، لأنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام أو 4، وقلت 3 أو 4 لاختلاف الأحاديث في الباب. الأمر الثالث الزيادة في آخر الليل كما قال عمر رضي الله عنه: ومن صلىها في بيته فهو أفضل. وإذا كان السلف يزيدون في 10 الأواخر
كما جاء عند ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه. فالمقصود من هذا أن هذه الأمور الثلاثة هي أفضل ما يفعل في ليلة القدر، والانشغال بغيرها من الأمور كالصدقات وتوزيع الطعام هو انشغال بالمفضول عن الفاضل. يقول: متى يلزم الصائم الإمساك عن الشراب والطعام في السحور؟ نقول: يجزم عليه الإمساك من حين طلوع الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمراد به طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني الموافق لأذان الفجر. وحينئذ من حين يؤذن الفجر، إذا كان المؤذن ضابطا الوقت، فيلجب على المرء الإمساك، ويحرم عليه أن يطعم إلا أن يكون في يده طعام فيجوز له تناوله، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وما عدا ذلك فحرام. ما هي أداب الصيام؟ هذه يبغى لها أيام، لا يكفيها دقيقة. ما هو فضل العمرة في رمضان؟ الكل يعرفه، وبعض الناس قد يعرف السؤال لكن يريد أن يسأل ليخبر الآخرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا الحديث على مطلق وليس خاصا بأحد. نعم. يقول أخونا: نعم، نكون بذلك قد أنهينا الأحاديث أو الأسئلة المتعلقة بدرس اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.